دكتور كريم، هنا هسأل على سؤال. أنا يمكن كثير جدا بنقرأ أنه إحنا عندنا ما نستطيع وصفه بشبه اكتفاء ذاتي من السكر، مش كده؟ مظبوط. طيب يبقى ليه في فجوة يعني؟ وهل الفجوة بهذا الاتساع اللي تدفع إلى تزايد السعر للدرجة دي؟ أنا هقول لحضرتك، وشكرا على هذا السؤال، لأن ده ممكن يوضح حاجات كتير فعلا. أرجوك. إحنا حضرتك استهلاك الدولة يساوي 3.2 مليون، يعني 3.2 مليون طن سكر سنويا. حلو. ما يتم إنتاجه داخل الدولة هو 2.8 مليون طن. حلو. الفجوة دي حتى لو كان نسبتها قليلة، ولكن هي ممكن تكون الرقم بتاعها كبير شوية. ده بالإضافة إن دايما لازم يكون عندنا مخزون بناء على توجيهات القيادة السياسية لا يقل عن 5 أو 6 شهور. احنا عندنا السكر اللي دخل مصر الفترة اللي فاتت من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات اللي مساهمة فيها الدولة تقريبا يزيد عن 300 ألف طن. استوردنا 230 ألف طن. هيئة السلع التموينية قريبا من أسبوع جابت 100 ألف طن. شركة السكر والصناعات التكاملية عملت طرحت مناقصة لشراء 50 ألف طن، ولسه أول امبارح هيئة السلع التموينية طرحت مناقصة لشراء 50 ألف طن. ده بالإضافة للمخزون اللي عندنا اللي هو يكفي حتى إدريب. ولكن زي ما قلت لحضرتك، القطاع الخاص كان بيغذي جزء كبير من الأسواق، القطاع التجاري جزء كبير منه، القطاع الصناعي الجزء الآخر، وإحنا بنغطي المنظومة التموينية. مع التحدي في تدبير العملة أصبحت الدولة هي المسؤولة عن توزيع هذا السكر على مستوى الجمهورية، فبالتالي أصبح لنا إحنا هذا بدأنا نطرح الكميات اللي بننزلها في التموين زي ما قلت تحت لحضرتك ما يزيد عن 65 ألف طن شهريا في المنظومة التموينية بسعر 12.5، وبدأنا ننزل كميات تزيد عن 80-90 ألف طن شهريا بيتم ضخها في مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء لتخفيف العبء عن المواطنين، بنبيعه بسعر 24 وبينزل ب 27 في المبادرة. ده بالإضافة إلى بعض الكميات الأخرى اللي بتنزل من خلال القطاع الخاص، ده اللي هو ممكن يكون سعره مرتفع شوية ونحن لا ننكر هذا الأمر، ولكن إحنا بنتحرك في الجزء الخاص بالمنظومة التموينية والجزء الخاص بالمبادرة اللي هو السكر ب 27. ولكن اللي بيحصل برضه أستاذ يوسف وحضرتك أكيد أعلم الناس بهذا الأمر، نوع من التكالب على السلعة وزيادة مخزونات داخل البيوت هي اللي بتؤدي في بعض الأحيان إن السلعة ما تكونش موجودة، لأن أنا دلوقتي حسيت إن السكر سعره بره ارتفع، فهنزل أنا احتياجاتي كيلو أو 2 كيلو في الشهر، أنزل أقول طب أجيب 4-5 كيلو. فبالتالي يمكن أستغل هذه الفرصة، ويمكن برنامج حضرتك من البرامج المحترمة ولها مشاهدات معتبرة، إن أنا بطمن الناس فعلا فعلا الأمور عندنا الحمد لله داخل الدولة هناك سكر يكفي، يمكن حتى بعد الكميات الجديدة ديت يتعدى بعد شهر إبريل. حضرتك أنا بداية موسم الإنتاج آخر شهر 12. شهر 1 إن شاء الله شركة السكر تنتج 200 ألف طن سكر، يعني 200 ألف طن ده يعني شركة السكر اللي هتقدر تغطي الدولة كلها بكافة قطاعات التموين والحر والصناعي. حلو. طيب وده بالأرقام. طب دكتور كريم، هل أقول إنه جزء من المشكلة زي ما حضرتك ذكرت هي إنه الناس بتقلق فبتنزل تشتري كميات أكبر من الاحتياج بغرض التخزين، ولا أقدر أحط كمان أو أفتح قوس وأقول أن هناك بعض من كبار التجار، مش هقول كلهم، بيتعمدوا تعطيش السوق لحصد مكاسب أكبر؟ لا، خليني أوضح بس الجزئية ديت، لأن برضو الدولة مش بمعزل عن التجار. أنا يمكن بشكل شخصي طبعاً، وسيادة الوزير بشكل شخصي، وسيادة مساعدة أول الوزير رئيس البورصة المصرية بشكل شخصي، عقد أكثر من اجتماع على مدار هذا الأسبوع مع ما يزيد عن 65 شركة أو 70 شركة من القطاع التجاري والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى مصانع التعبئة. دي اجتماعات مسجلة وموثقة. الكميات اللي موجودة كل حتة في مصر فيها سكر إحنا عارفينها، ولكن كيفية التوزيع هي اللي أدت لهذا الأمر. في بعض التجار اللي عندهم سكر اللي هو بنطلق عليه السكر الحر، دي أسعاره ارتفعت نتيجة إن هو بيشتريه من القطاع الخاص، وده عنده تكاليف ارتفعت عليه، وكميات كانت بتيجي من خارج الدولة مع احتساب سعر الصرف طبعا مع تحركه
خارج السعر الرسمي المعلن، ده أدى إلى ارتفاع الأسعار. فهو ده اللي خلى التحريك يحصل بالشكل ده، وهم دول اللي بيوزعوا فيه القنوات اللي حضرتك بتلاقي فيها السكر الغالي شوية اللي هو سعره ارتفع. لكن ما تعتقدش انه يبقى فيه، حتى ولو ما كانوش التجار الكبار اللي هم المعروفين واللي بتعاقدوا معهم الاجتماع، ممكن يبقى فيه تجار من نوع اخر بينزلوا يجمعوا السكر اللي في السوق؟ بص يا فندم، يقينا يعني السكر مش من السلع اللي بتتخزن بشكل كبير. السكر لازم فيه ظروف معينه يتم تخزينه فيها. يعني لازم المكان اللي مخزن فيه يبقى مؤمن، لازم ما يبقاش فيه الرطوبه عاليه لان السكر ممكن يحجر. حجر. يعني وبعدين اي حد يعني في مخيلته ان ممكن السكر سعره يزيد عن كده، ده يبقى يعني خارج نطاق المنطق خالص. طب نتوقع انخفاض السعر على امتى؟ هنضخ كميات اكبر بكتير كمان من اللي كنا بننزلها. اذا نتوقع ان السعر يبدا ينزل على امتى ويستقر على رقم كام تقريبا؟ حضرتك، هو السعر اللي احنا مسؤولين عنه كدوله هو سعر الطاقه التموينيه والسعر المبادره ال 27، ومع الكميات اللي هتنزل الفتره اللي جايه وزياده الكميات وبعض التعديلات في منظومه التوزيع نفسها. أيوة. لا، السكر ان شاء الله هينخفض عن الارقام اللي موجوده ديت بنسبه كبيره ان شاء الله. طب هو دلوقتي بكام؟ هو دلوقتي السعر بيتراوح ما بين 37 ل 44 45. قول 48. طيب يا دكتور، 48. ما في بعض المناطق برضه، عشان اكون صريح مع حضرتك، في بعض المناطق فيها 51 للاسف. هتلاقي حضرتك في بعض السلاسل التجاريه مثلا ممكن بيوصل السعر لهذا الامر، مش مغالاه من السلسله، ولكن هو التوريد جاله حكم عليه ان هو هينزل عليه السعر ده. بس انا خليني اقول لحضرتك على حاجه، حتى المقتدر اللي يقدر يجيب كيلو ابو 50 او 51 بينتظر لما كميه السكر ابو 27 تنزل عشان ياخد منه برضه. ما الكل محتاج ان هو يوفر في نفقاته، مش مختلفين. طيب عشان كده بقول لحضرتك استهلاك زاد عن الحجم. نقول اسبوع 10 ايام اقل من هذه الفتره. يعني انا يمكن فتره اسبوع، اقل من اسبوع ان شاء الله يكون الناس بدات تحس بالتغير. والهبوط تبقى نسبته كام كده في الميه؟ تقل عن 15 20%، لان حضرتك سوق السكر من النوع اللي هو ممكن كلمه تزود السعر، ممكن خبر يخفض السعر. مع الكميات ان شاء الله اللي هيتم توزيعها في قنوات معينه بطريقه معينه، دي هتاثر بشكل كبير ان شاء الله. هتطبق ضخ كميات المبادره اللي هي بسعر 27 وتنظيمها من خلال مديريات التموين في 27 محافظه، عاملين خريطه يمكن حضرتك بحيث نشوف الاماكن اللي ممكن يكون فيها بعض التركزات، اماكن فيها بعض الاختناقات، ابتدي اناور ابعت من هذه المحافظه الى المحافظه الاخرى وهكذا. طب انا عايز استبق ثلاث اربع خطوات قدام كده. كل سنه وحضرتك طيب، اللهم بلغنا رمضان، هنبقى في اول اسبوع من مارس، وبالتالي الطلب على السكر بقى هيبقى ايه؟ احنا أكيد. عاملين حسابنا؟ عاملين حسابنا جدا. يعني حضرتك، انا يمكن الكميات اللي جت استيراد، انا عندي المناقصه هيتم، ما انا قلت لحضرتك انا في شهر اخر شهر 12 شركه السكر والصناعات التكامليه في بدايه الانتاج. شهر واحد انا شغال فول كفاله بالقدره الانتاجيه كلها، دي 200,000 طن، دي تكفي الاستهلاك الشهري للجمهوريه. بالاضافه للكميات اللي هنزودها من السكر اللي تم استيراده، هتلاقي حضرتك الامور مرتاحه معانا جدا ان شاء الله في خلال شهر يناير وفبراير. يعني لحد مارس بدايه موسم انتاج البنجر هتبتدي بقى الامور تريح اكتر كمان واكتر، يعني ان شاء الله. يا رب يا مسهل. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر. دكتور كريم جمعه، معاون وزير التموين لشؤون التجاره الداخليه. كلام مطمئن، يعني حتى لما كنت بقول لدكتور كريم طيب اسبوع 10 ايام قال لي لا اقل ان شاء الله.